السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، وسيشن جديد من دروس الماث. النهاردة مع بعض درسنا النهاردة بيتكلم عن Representing Ratios و Step Diagrams و Analyze Equivalent Ratios with Number Line Comparing and Analyze Ratios. After this lesson we will able to Represent ratios with step diagram. Analyze equivalent ratios with a number line. Compare between two ratios. Let's start. تعالى كده مع بعض represent ratios by step diagram. فأنا قلت لك كده 1 ratio 3. طبعا احنا عارفين ممكن اقولها 1 ratio 3 or 1 to 3. ماشي. يعني ممكن اكتبها كده. ممكن اكتبها كده يا ولاد 1. over 3 دي صح ودي صح او 1 2 3. طبعا دي الفورمز اللي هي بتاعت الايه الكتابه بتاعت الريشوز 1 over 3 ممكن اكتبها 1 2 3. طيب هو بيقول لي هنا represent ratios by tab diagrams. tab diagrams احنا عارفينها وتعودنا عليها، يبقى هعمل كده يا اولاد اهو ده 1 ratio كام؟ ratio 3 او 1 over 3. طيب تعالى كده معايا 2 ratio 3. طبعا هنتخيل شكلها عامل ازاي 2 ratio 3. يبقى 2 rectangles اهو في ال 2 tab diagram، وهنا كام من ولاية 3؟ يبقى 2 ratio 3. طيب 2 ratio 5 يبقى هنا زي ما احنا شايفين، يبقى في ال tab diagram هنا 2 وهنا 5، ادي 1 2 هنا 1 2 3 4 5. طيب افرض انا قلت 5 ratio 2 او 5 ratio 3، يبقى هنا يا مستر فوق هيبقى 1 2 3 4 5، يبقى هنا 5 ratio 3. طبعا لو انت ملاحظ كده حاجه هنا مهمه قوي، ان هنا 5 دي 5 ratio ايه؟ ratio 3. طيب كنا بنسمي ال 5 دي ايه؟ ها طبعا نفتكر مع بعض اسمها first turn، وكنا بنسمي ال 3 ايه اولادها السكند turn. جميل جدا. طيب the ratio of boys to girls، طبعا سؤال جميل جدا. the ratio of boys to girls 2 ratio 5. If there are 30 more girls than boys, find the number of girls and boys. تعال نشوف مسألة زي كده، إزاي نستخدم الـ tab diagram عشان نقدر نوصل للإيه؟ للأنسرز بتاعتنا. هو قال لي إيه؟ قال لي الـ ratio between the boys والgirls 2 ratio 5. طب لو أنا عملتها tab diagram، جميل جدا. لاحظ هنا هو ما قاليش الجيرلز كام وما قاليش البويز كام، يعني انا ما اعرفش نمبر اوف جيرلز ولا اعرف النمبر اوف بويز ولا هو قال لي عليهم في المساله. ده بالعكس، ده هو عايزهم مني. طب بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الجيرلز 30 مور جيرلز ذان بويز، يعني الجيرلز اكتر من البويز بقد ايه؟ ب 30. طب تعالى كده شوف معايا التاب الاولاني ده بيعبر عن مين؟ البويز. طب والتاب ده بيعبر عن مين؟ الجيرلز. جميل. طيب لو انت تلاحظ كده، ده كده الديفرنس اهو، الفرق بتوين او الديفرنس بتوين البويز والجيرلز هم دول اهو، مش ادي 1 2 هنا 1 2، يبقى 3 وال 4 وال 5 دول، يبقى كام بارت دول يا اولاد؟ 3 بارتس. طب ال 3 بارتس دول بكام؟ ها 30. يبقى نقول ايه 30 divided 3 يبقى equals ايه 10. يبقى each part 10، يعني ده 10 يعني ده دي الفاليو بقى بتاعتها 10 وهنا ايه 10. جميل جدا. يبقى عرفت الايه الفالوز بتاعت كل بارت او each بارت.
طب اقدر اجيب البويز؟ اه جميل جدا. اهو number of boys 10 plus 10 او 2 by 10 هتطلع كام؟ 20 boys. طيب number of girls equal كام؟ 5 by 10 لانها 5 parts equal 50 girls. جميل جدا، ادي البويز وادي الايه الجيرلز. طيب شوف كده بقى مع بعض another example. The ratio between Ali's weight and Maha's weight 3:4. If the weight of Maha is 60 kilogram, what is the weight of sorry, what is the weight of Ali? يبقى هنا علي مش ما. What is the weight of Ali؟ تعالى كده 3:4 اهو. ال 3 دي بتاعت مين يا ولاد؟ ها 3 يعني علي، علي's weight. طيب وهنا ال 4 بتريبريزنت لمين؟ لماهز weight. جميل جدا. طيب هو قال لي ايه؟ قال لي مها 60، يعني هو كده مديني مها، يعني مديني مها فين؟ مها 4 بارتس، يعني ال 4 بارتس دول ايكوال 60 كيلو جرام. نقدر نجيب ال 1 بارت؟ اه طبعا، يعني مثلا 60 ديفايدد 4 يبقى 60 ديفايدد 4 يبقى هنا 1 باي 4 4 ماينس تبقى 2، 20 ديفايدد 4 تبقى 15. يبقى 15 كيلو جرام. يبقى معنى كده ايه يا مستر؟ ان الايتش بارت ده اللي احنا شايفينه ده قدامنا 15 كيلو جرام، ها وده 15 15 15، يبقى برضو هنا الايتش بارت 15 15 15. يبقى اقدر اجيب علي سويت طبعا يا مستر، سهله قوي، هيبقى 3 باي 15 او 15 بلس 15 بلس 15. 3 by 15 كام يا ولاد؟ ها 45 كيلو جرام. فده وزن عالي، واحنا عارفين الايه الويت او ماهز ويت كام؟ 60 كيلو جرام. يبقى انا قدرت استخدم التاب دايجرام عشان اقدر اوصل لايه؟ لحل المساله، واقدر اوصل للايه؟ الايتش بارت ايكوال قد ايه؟ ومنها قدرت اعرف العاليز ويت. طيب شوف هنا بقى مع بعض حاجة تانية مهمة جدا، النمبر لاين. The opposite table shows the weight of apples in kilogram، يعني ده وزن الابلز in kilogram هنا اهو، وده البرايس بتاعتها. طيب مطلوب مني ايه؟ Represent the table by double line. ايه ولاد الدبل لاين ده؟ الدبل لاين زي ما احنا شايفين كده عبارة عن two lines. ال first line represent الايه؟ الفيرست كولم، الكولم ده اللي هو مين؟ الويت. بكتب هنا الويت وبين قوسين كده كيلو جرام. والتاني هيبقى مين؟ برايس. برايس وبالال اي. جميل جدا. طبعا هنا بنبدا دايما زيرو. تعالى بقى نشوف معنى ادي 1. 1 هنا الويت ادي 1، ها 2 3 ها 4 5. طيب تعالى كده ال 1 هتلاقي هنا ال 1 الاوبزيت بتاعه كام؟ 20. ال 2 الاوبزيت بتاعتها كام؟ سوري دي 40 ماشي 40. ال 2 كام هنا يا ولاد؟ 40. 3 مش عارفين احنا ال 3 كام. ال 4 80. ال 5 100. طيب تعالى كده معايا ايه المطلوب؟ احنا كده عملنا ريبريزنت للدبل للتيبل باي دبل لاين. طيب تعالى كده نشوف ايه المطلوب مننا. يوز الدبل لاين تو فايند ذا برايس
of 3 كيلوغرامز. 3 كيلوغرامز ادي السريع. عايزين نعرف البرايس بتاعتها قد ايه. جميل جدا. تعالى كده نمشي كده مع بعض. هنا 20 ريشيو 1 يعني كأنها 20 اوفر 1. طيب هنا ما نعرفش البرايس، البرايس هنا ما نعرفوش، ده اللي احنا عايزين نعرفه. اوفر 3. جميل جدا. تعالى كده مع بعض زي ما احنا اتعلمنا قبل كده في الايكويفالنت ريشيوز. ال1 بكام 3؟ يبقى عملنا باي ايه؟ باي 3. يبقى لازم نعمل هنا باي ايه؟ 3. يبقى 20 باي 3 يبقى ايكوال كام يا اولاد؟ 60. يبقى 3 كيلو جرامز 60 ال اي. طب ممكن اجيبها لك بشكل تاني ازاي؟ use the double line to find the weight of apples لو الكوست بتاعتها كام؟ 120. طب انا اعرفها ازاي؟ سهله جدا، اخد اي ريشيوز من دول، كل دول عباره عن ايكوال ريشيوز. طب ازاي؟ تعالى كده ناخد مثلا اول ريشيو خالص 2 ريشيو 1. هو هنا بيكلمني طبعا ال 20 سوري 20 ريشيو 1. ال 20 دي هي عباره عن البرايس، وال 1 دي عباره عن الايه؟ الكيلو جرام او الويت. طيب هو عايز مين؟ عايز الويت، يبقى ده انا مش عارف. طيب وكام الكوست؟ 120. يبقى يا مستر ال 2 بكام؟ 120. يعني لو عملنا دي ديفايدد دي يبقى معنى كده ان احنا عملنا باي ايه؟ باي 6. يبقى 1 باي 6 تطلع كام؟ 6. يبقى 6 كيلو جرام. 6 كيلو جرام. طيب تعالى بقى ممكن نعملها، شوف انا عملتها لك بالشكل ده، ممكن نعملها برضو هنا لو انا همسح دي كده. يعني ممكن اقول كده اجي هنا على النمبر لاين وهنا البرايس 120 وانا عايز اعرف هنا هو الايه؟ الويت. ماشي. طبعا انا نفذت مع ايه؟ 20 ريشيو 1 او 1 ريشيو 20 هي هي. ممكن اعمل 4 ريشيو 80 ايكوال هنا طبعا هقول اكس لان انا ما اعرفهاش 120. تعالى كده نعمل سمبليفاي، تبقى هنا 1 ريشيو ايه؟ 20. 1 ريشيو 20 اللي هي اول واحده خالص كده. طيب هنا ال 20 بيكام 120. يعني يا مستر كاننا عملناها باي 6، يبقى 1 باي 6 يبقى ايكوال ايه؟ 6. يبقى الاكس هنا بكام؟ 6 كيلو جرام. طيب another example. The table shows the number of games and its cost. طبعا هنا الكولوم الاولاني ده number of games اهو، يبقى هسمي هنا دي number of games. جميل جدا. طب والتاني اقول ايه؟ cost. the cost طبعا نبدأ هنا 0، هنا 2 ممكن نقول 1 2 هنا 3 4 5 6 7 8. هنا ال 1 ما فيش، مش مديني حاجة. ال 1 مش مديني الكوست قد ايه. ال 2 بيقول لي 28. 3 مش ما نعرفش. ال 4 56. ال 5 برضو مش عارف. ال 6 برضو 7 98. ال 8 120. طيب مطلوب مني use the double line to find the cost of 6 games. فين ال 6 اهي؟ عايزين نعرف الكوست بتاعتها قد ايه. ناخد يا اولاد اي ريشيو من هنا لان كل دول عباره عن equal equivalent ratios. يبقى هقول 2 over 28 equal 6 over x. x دي اللي انا عايز اعرفها اللي هي مين؟ الكوست. طيب ال 2 يا ولاد بكام؟ 6. يبقى عملنا باي ايه؟ باي 3. يبقى هنا هعمل ال 28 باي ايه؟ باي 3. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. 3 باي 8 equals 24. 4 carry up to 3 باي 2 6 و 2 8 يبقى 84. يبقى هنا يا مستر الكوست بتاع ال 6 games هي 84 ليف جيبسون. ممكن يعمل لي العكس، يقول لي
استخدم الدبل لاين اهو to find the games number of games اللي هو هنا عايز ال number of games that cost 70 ماشي. طيب هنا بيقول لي الكوست كام 70. يمشي بقى معايا واحدة واحدة، هاخد الريشيو ده اهو 2:28 equal، وقال لي مين؟ قال لي الكوست، الكوست يبقى هنا اهو 70. واحد يقول لي طب يا مستر انا هعرف منين 70 يعمل 70 divided 28؟ اقول لك لا، احنا اتعودنا ان احنا لازم نخليها اولاد في السمبلست فورم، يبقى 2 divided 2 1 وهنا كام 14. هنا ال 14 became 70 يعني عملنا باي 5، يبقى هنعمل هنا باي 5، يبقى هنا كام يا اولاد number of games كام 5 games. سهلة شكلها بسيط جدا جدا، والفكرة بتاعتها بتسهل لنا ان احنا نعمل يعني زي connect between الايه الايكويفالنت ريشوز. طب تعالى كده نشوف مع بعض. The opposite table show a distance هنا في الميتر والتايم ان سكند، يبقى هعمل الدبل لاين بتاعي واكتب هنا الديستانس، واكتب كده between brackets meter، واكتب هنا التايم وبتوين براكتس سكند، طبعا هنا 0 0. بيقول هنا لو انا اتحركنا 1 متر 2 متر 3 4 5، ال 1 متر كانت 4، ال 2 متر كانت 8، ال 3 متر مش موجود عندي حاجة في التيبل، ال 4 16، ال 5 20. ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني بيقول لي find the time عند 3 متر. طب ازاي اهو 3 متر انا مش موجود التايم، يبقى هاخد ايه يا اولاد؟ اهو اخد الريشيو اللي قدام ده السهل ده اللي هو السمبلست فورم ده، يبقى 1 ريشيو 4، ال 1 دي هي الديستانس وال 4 ده الايه الريشيو بتاعت مين؟ التايم، هتبقى ايكوال 3 ده الديستانس، عايزين مين يا اولاد؟ التايم. يبقى واحد يقول لي سهلة جدا يا مستر اهي ال 1 became 3 يبقى عملنا باي 3، يبقى هنعمل هنا يا ولاد كمان باي ايه 3 يبقى equals ايه 12 second، يبقى هو هنا equals 12 ايه seconds. طيب تعالى كده هنا بيقول لك find use the double line to find distance if the time 36 second. بسيطة جدا، هاخد برضو نفس الريشيو اللي هي 1 ريشيو 4، وهنا ال 36 هنا اهو، يبقى انا عايز اعرف دي، عايز اعرف الديستنس، ال 4 بيكيم 36 يبقى عملنا باي 9، يبقى هنقول هنا باي ايه 9، يبقى يا مستر الديستنس هنا هتبقى 9 ايه متر، يبقى هنا عند 3 متر كان اخد كام ثانية؟ 12 سكند، عند ال 36 second كان اتحرك او عمل move قد ايه 9 متر. طيب شوف مع بعض كده حاجه جميله جدا ال comparing ratios. في عندنا properties للريشيو احنا بنعملها وعارفينها بس بناكد عليها. اول property يا اولاد ان انا لو عملت multiply للريشيو دي، طبعا هي دي 2 over 5، لو انا عملت هنا ملتبلاي لنمبر وعملت هنا ملتبلاي لنفس النمبر، يعني اقول ملتبلاي 4 وملتبلاي 4 مثلا، يبقى 2 باي 4 8 و4 باي 5 20، يبقى دي ايه يا مستر؟ تديني ايكويفالنت ريشيو. طبعا يا مستر برضو لو عملنا ديفايدد فوق وهنا ديفايدد على نفس النمبر، يبقى برضو بيديني ايكويفالنت ريشيو. طب تعالى كده لو قلنا هنا مثلا ديفايدد 4 او divided 2 وهنا divided 2، يبقى 8 divided 2 4 و 20 divided 2 كام 10، يبقى 4 over 10. يعني سهلة ولا صعبة؟ جميلة جدا اهي 3 ratio 8 او 3 to 8 او 3 over 8، لو قلنا هنا مثلا by 2 وهنا by 2 يبقى هتبقى 6 over 16، طبعا دي هي 3 over 8
وعملنا هنا مثلا divided، بلاش divided، مثلا عملنا by 3، يبقى هنا 18 وهنا 3 by 16 48، برضو كل دول في الآخر هيدونا 3 over إيه؟ 3 over 8. بمعنى إن أنا لو عايز أعمل أو أعمل create equivalent ratios، يبقى عندي طريقتين، يا إما أستخدم المالتبلاي في الفيرست تيرم والسكند تيرم، يبقى لازم أعمل مالتبلاي in the same number، ولو هعمل divide يبقى نفس ال same إيه number. Show which ratios that are equivalent or not. تعالى كده نشوف مع بعض. 8 ratio 24 و 2 ratio 6. عايزين نعرف دول equivalent ولا not equivalent. هنقول 8 over 24. تعالى نخليها simplify. هنقول هنا divided 8 و divided 8. يبقى تطلع كام؟ 1 ratio 3. طب هنا 2 over 6. divided 2 وهنا divided 2 يبقى 1 ratio 3، يبقى دول يا مستر ايه equivalent. طيب شوف كده another example 4 ratio 10 12 ratio 30 6 ratio 15 4 over 10 نعمل لها simplify، يبقى عشان اقدر اعرف هما equivalent ولا not equivalent يبقى كلمة السر ايه simplify. يبقى يا مستر divided 2 divided 2 يبقى 2 over 5. طيب 12 ratio 30 هنقول divided 6 divided 6 يبقى 2 over 5. طب 6 وهنا 15 هنقول divided 3 divided 3 يطلع equal 2 over 5، يبقى دي ودي ودي يبقى مالهم equal. طب لو لقينا واحدة فيهم يعني لقينا اتنين قد بعض وواحدة لأ يبقى مش equivalent، طالما هو بيطلب مننا الإيه؟ الـ 3 ratios. seven ratio 35 يبقى 7 over 35. هنقول هنا يا أولاد هنا divided 7 وهنا divided 7 يبقى 1 ratio 5. 2 ratio 10 يبقى divided 2 divided 2 يبقى 1 ratio 5 أو 1 over 5. يبقى هنا الـ 2 ratios دول مالهم equivalent. طيب. 4 over 10 12 over 30 6 over 15 4 over 10 يبقى divided 2 يبقى 2 over 5. 12 over 30 برضو يا ولاد divided 6 يبقى 2 over 5. 6 over 15 divided 3 يبقى equal 2 over 5. هنا عندي 1 2 3 يبقى ال 3 ratios ايه equivalent. find the value of x. تعالى كده معايا هنا مديني يا ولاد مديني ratio وهنا ratio، والتو ريشوز دول equivalent. في بقى بروبرتي ده مهمة جدا، بتقول ايه البروبرتي؟ انا قلت لك 2 over 5 equal 4 over 10، دول تو ريشوز قد بعض. بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عملت دول كده multiply بعض هيطلع برضو نفس الكلام هنا لو انا عملت دي multiply. تعالى كده نتأكد 4 multiply 5 هنلاقيها equal 2 multiply 10، دي equal 20 وهنا equal ايه 20. طيب دي اسمها يا اولاد، تعالى كده نقول مع بعض ال 2 وال 10 اللي هي اول واحده واخر واحده بنقول عليهم ايه extremes. طيب وهنا دي اسمها ايه يا مستر؟ مين؟ يبقى دول مين ودول اسمهم ايه extreme. يبقى لازم نبقى عارفين حاجه مهمه جدا، ان المين equal ايه ال extreme. ماشي، المين ايكوال الايه اكس 3 اللي هي اللي احنا كنا بنقول عليها زمان الكروس مولتيبليكيشن، كروس ايه مولتيبليكيشن. طيب تعالى كده معايا، هنا ادي اكس اهي، عايز اجيب الفاليو اوف اكس. ببساطه جدا
9 became 27 يبقى عملنا باي 3 يبقى هنعمل هنا باي 3 يبقى ال x equal 18. طيب في يا مستر طريقة تانية إن أنا ممكن أجيب بيها ال x إن أقول 27 باي 6 لأن المفروض إن 27 باي 6 دول اللي هو الـ إيه الـ إكستريم ديفايدد الـ 9 ديفايدد الـ إيه الـ 9. تعالى كده معايا أهو d ديفايدد الـ 9 إيكوال 3 3 مالتبلاي 6 إيكوالز إيه 18 تاني. طيب تعالى هنا تاني 12 over 32 equals 3 over x. طبعا قلنا عندنا كذا طريقة، خلينا نستخدم بقى الاكستريم لأن احنا لسه أول مرة بقى نعرفها. اكستريم ال product of extreme equal product of means، يبقى d by d 32 by 3 over أو divided 12. تعالى كده بص يا مستر 3 divided 12 هتبقى سهلة جدا، تبقى 32 ولو عملنا دي هنا divided 3 1 هنا divided 3 4 يبقى 32 divided 4 يبقى equals 8. x يبقى قلنا هنا ال mean ال product of mean وال product of equal product of extreme يبقى منها هقول 7 by 24 over 42. واحد يقول لي يا مستر شايف دي كده ممكن ان انا اعمل لهم simplify، يقول له 7 divided 7 1 وهنا divided 7 6 نفس الكلام هتطلع كام 24 over 6 تطلع equal a equal 0. one over 6 equal x over 18. عايزين نجيب ال x، يبقى واحد يقول لي الـ x يا مستر هي عبارة عن الـ 18 by 1 divided 6 يعني 18 divided 6 يبقى equals a 3. هنا برضه يا مستر add الـ x اهي equal 12 by 2 over 8، يبقى هنا 12 by 2 24. وممكن ان انا برضه اعمل simplify وهنا 8 24 divided 8 equals برضه 3. هنا برضه يا مستر ال value of x يبقى اقول ال x equal 36 by 7 over 42. هتقول لي 7 divided 7 1 وهنا 42 divided 7 6 يبقى 36 over 6 يبقى equal يا ولاد 6. طبعا الأسئلة دي ممكن نحلها بأكتر من طريقة، بس أنا حابب النهاردة إن أنا أتكلم معاكم على الـ product of means equal product of extremes، مهم جدا جدا. هنا أهي يبقى الـ x equal 40 by 6 divided 48. هنقول 6 divided 6 1 d divided 6 equals 8 يبقى 40 over 8 equals a 5. هنا برضه مثلا ال x equal 30 by 4 divided 6 6 divided 6 1 30 divided 6 5 5 by 4 equals 20. هنا برضو اهو مستر شايف كده ال x equal 10 by 18 over 30 10 وهنا يبقى 3 يبقى equals 18 over 3 18 over 3 يعني 18 divided 3 equals a 6. يبقى انا كده جبت الفاليو بتاعت ال x، استخدمت ايه البروبرتيز بتاعت الريشيو. هنا اقول d by d divided d يبقى x equal 32 by 30 divided 24 يبقى هقول divided
6 equals 5 divided 6 equals 4 ها هنا يا مستر divided 4 equals 1 divided 4 equals 8 يبقى 8 by 5 over 1 يبقى 40. هنا نقول 10 by 9 10 by 9 over 45 واحد يقول لي سهل قوي 9 divided 9 1 وهنا 5 هتكون 10 divided 5 يبقى equals 2 x يبقى هنا 7 by 44 divided 11 7 by 44 divided 11 نقول 11 divided 11 1 وهنا 4 4 by 7 كام 28 شوف كده مع بعض احنا النهارده عرفنا ازاي نعمل comparing between ال two ratios عرفنا ال equivalent ratios ازاي ان احنا نعمل لها represent في بال double number line ازاي ان احنا نقدر نجيب نحسب اي بقى حاجه احنا عايزينها وعرفنا برضه اولاد في الدرس بتاعنا ازاي ان احنا نستخدم التاب diagram النهارده كده اشكركم على حسن استماعكم وان شاء الله انتظركم في الحصه القادمه ان شاء الله. Thank you for paying attention. See you soon. We shall meet again. Goodbye.